يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من خلال برنامج الترند. كالعاده عندنا اخبار كتير جدا على مختلف الاصعده، سواء محليا عالميا. وقبل كل ده، كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الاهلي واخر الاخبار والكواليس على مدار فقرات مختلفه من حلقه الترند النهارده. كالعاده منتظر دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، وفي رايكم ايه هي المراكز اللي محتاج الاهلي تدعمها في الموسم الجديد. تقدروا تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الأخير زي ما حضراتكم دايما متعودين. ده بخصوص سؤال الحلقة. النهاردة كمان عندنا أمور كتير جدا مهمة عايزين نتكلم فيها، بس خلينا نبتدي بأهم وأبرز العناوين. يلا نشوف في ترند الأهلي. اجتماعات مكثفة في الأهلي لحسم المدير الفني الجديد. وفي الترند المحلي، مصر تواجه بلجيكا وديا 18 نوفمبر. واخيرا النني يغيب عده اشهر دون الكشف عن طبيعه اصابته. طيب النهارده كمان في عدد من المباريات المهمه في مختلف الدوريات الاوروبيه. نبتدي بالدوري الانجليزي، لان في الحقيقه دايما ماتشاته بتبقى غايه في الاثاره والنديه والقوه والمتعه. فالنهارده كان في ماتش الساعه 1:30 الظهر ما بين ايفرتون وليفربول على ملعب ايفرتون. المباراه انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، وفي الحقيقه ما كانش يعني في توفيق كبير جدا سواء لايفرتون اللي فيه كوره في الشوط الاول جت في القائم، او حتى ليفربول اللي برضو يعني جابوا اكتر من كره في العارضه، وكان من ضمنهم يعني فرصه مؤكده لمحمد صلاح نجمنا المصري. لكن ليفربول بدايه غير موفقه بالمره في بطوله الدوري الانجليزي هذا الموسم. يعني ما نقدرش نتكلم عن منافسه دلوقتي، لسه في الاسبوع الخامس دلوقتي تقريبا او السادس، لكن الامور بتتصعب بدري بدري يعني. برينتفورد بيلعب في هذه اللحظات مباراة ابتدت الساعة 4 بالظبط، ضمن عدد من المباريات اللي ابتدت في نفس التوقيت. برينتفورد مع ليدز يونايتد، تقدم برينتفورد بنتيجة 2-1 في الشوط الأول. الشوط الثاني بيبتدي دلوقتي وأنا بكلمكم. نيوكاسل مع كريستال بالاس، تعادل بدون أهداف. ونوتنغهام فورست متقدم 2-0 على بورنموث، أعتقد أقرب فريق للهبوط. من بدري كده هو أقرب فريق للهبوط، يعني العودة للتشامبيونشيب. كمان توتنهام هوتسبور مع فولام، تقدم توتنهام بنتيجة 1-0. وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، 1-0 لولفرهامبتون في الشوط الأول. وتشيلسي أنهى الشوط الأول متعادل سلبيا مع ويستهام يونايتد بدون أهداف. المباراة الأخيرة النهاردة في الدوري الإنجليزي هتكون ما بين أستون فيلا ومانشستر سيتي الساعة 6:30، والكل مترقب. هالاند اللي جاب في ماتشين ورا بعض هاتريك، وداخل بكل قوة في صراع الهدفين، وأعتقد بيقترب من حسمه بدري بدري في ظل ابتعاد صلاح عن المنافسة بشكل مبكر. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني، فريال مايوركا لعب مع جيرونا ومباراة انتهت بالتعادل 1-1. ريال مدريد بيلعب دلوقتي مع ريال بيتيس، تعادل أيضا 1-1، المباراة لسه ما خلصتش. ريال سوسيداد هيلاعب أتلتيكو مدريد الساعة 6:30، وإشبيلية هيلاعب برشلونة الساعة 9 بالليل. برشلونة اللي جاب صفقات تقيلة جدا حتى في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية. الدوري الإيطالي، فيورنتينا مع يوفنتوس، تعادل إيجابي 1-1، مباراة انتهت. وميلان مع إنتر الساعة 6، ولاتسيو مع نابولي الساعة 9 إلا ربع. أما مباريات الدوري الفرنسي، فالنهاردة الساعة 5 أوسير مع مارسيليا، والساعة 7 بالليل اليوم مع أنجي، والساعة 9 بالليل نانت مع باريس سان جيرمان. مصطفى محمد لاعبنا المحترف في الخارج عنده مباراة قوية جدا طبعا مع نجوم باريس سان جيرمان، وهو جاب هدفين لحد دلوقتي في الدوري الفرنسي في بدايته مع نانت، أعتقد بداية كويسة، ومباراة أيضا هتكون مهمة جدا بالنسبة لمصطفى محمد. يعني دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات. قبل بس ما أروح الفاصل، عايز أعزي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته بالأمس. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ويصبر أهلها ويصبر طبعا عائلتها، ويعني إن شاء الله بإذن الله تكون آخر الأحزان خالص العزاء للكابتن محمود الخطيب نجم النادي الأهلي وأسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الحالي بكل تأكيد. كمان مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف وقناة الأهلي يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنته.
نروح لفاصل، بعد الفاصل تفاصيل كتير، استنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. يعني طبعا في حاله من حالات القلق عند جماهير النادي الاهلي بشكل طبيعي خلال المرحله الحاليه، وحاله كمان من حالات الترقب وانتظار للاعلان عن المدير الفني، الاعلان عن الصفقات، كل الامور اللي بتشغل بال الاهلاويه في كل مكان، اللي قلقانين بشكل طبيعي جدا على فرقتهم، وليهم كل الحق ان هم يلاقوا بالتحديد بعد الموسم المنقضي اللي الاهلي ما كانش موفق فيه اطلاقا، يعني على كل يعني البطولات او من خلال كل البطولات اللي شارك فيها الفريق بخلاف العوامل اللي اثرت وكلام من ده. لكن في كل الاحوال ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون في اخبار سعيده بالنسبه لكل الاهلاويه. لما نيجي كده نتكلم عن شك هتلاقي ان ناس كتير جدا بتحاول تجتهد خلال المرحله الحاليه بخصوص اسم المدرب، وده امر معتاد، يعني ناس دايما بتجتهد، وياما سمعنا على مدار فترات الاهلي كان بيجيب فيهم مدربين تلاقي ناس تقول لك اسماء وتتفاجئ تلاقي اسم بعيد تماما عن ما تم تداوله في الاعلام المصري بيكون هو المدير الفني بالنسبه للنادي الاهلي. يعني ففي سريه تامه في القصه دي بالمناسبه، يعني في سريه تامه في موضوع المدرب، محدش لسه عارف مين هو المدرب اللي جاي. لكن في ايه؟ ده هنا دلوقتي بتكلم على حته المدرب، لسه حاجه على ناحيه الصفقات. لكن في اكيد مجهود كبير جدا بيبذل، ده طبيعي ومنطقي جدا ان انت لازم بتشتغل ولازم مجهز نفسك باسماء المدربين، باسماء اللاعبين اللي هتتعاقد معاهم، كلام من ده، واجتماعات مستمره ومتتاليه داخل النادي الاهلي. ويمكن انا حاولت بشكل او باخر، انا ساعات لما بقلق شويه كده على النادي يعني بحب اروح اقعد في النادي، يعني احاول اطمن اقرب من الصوره بشكل اكبر. رحت في الحقيقه يوم الاربع اللي فات وقلت اتابع الوضع، يعني احاول اقرب من الصوره اطمن، يعني الواحد ينقل الصوره برضو لجمهور الاهلي القلق جدا بكل تاكيد. يعني الواحد شفت ان في اجتماعات بشكل مكثف جدا بحضور طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي بنعزيه مره ثانيه في وفاه شقيقته، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، كابتن طبعا كابتن محسن صالح عضو لجنه التخطيط للكره، مع كابتن كمان زكريا الناصف عضو لجنه التخطيط للكره. وكان في بعض الفترات اثناء الاجتماع ده يعني اللي كنت موجود يعني في التوقيت بتاعه، يعني كان بيحضر امير توفيق مدير اداره التعاقدات. يعني فمن المنتظر ان شاء الله باذن الله ان خلال ايام يتم الاعلان عن المدير الفني. في شغل كبير، في مجهود بيبذل، ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين. هتقول لي احنا كل مره بنعلن عن اسم مدرب غير اللي بيتم تداول اسمه يعني وكلام من ده، دي ميزه عند النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت بصراحه بمنتهى الوضوح والمنطقيه مش عايزين مفاجاه تكون زي بتاعه سواريش. طبعا الراجل اهو مشي وكل حاجه تمام وظلم اوكي كل حاجه، لكن في الاول وفي الاخر انت مهم جدا ان انت تجيب سي في قوي. هل الاهلي هيجيب سي في قوي؟ ده مؤكد، مفيش يعني مساحه لاي مجازفه بصراحه، مفيش اي مساحه لاي مجازفه خلال الموسم الجديد. داخل على منافسات صعبه، منافسات على المستوى الافريقي مع اتحاد المنستيري هو الاقرب تقريبا هتقابله، يعني عنده ماتشات في الدور التمهيدي في دور 64، بس هو فرصه اكبر لان هو المركز الثاني في الدوري التونسي ومنافس قوي جدا للترجي التونسي الموسم اللي فات، فهتقابله في دور 32 لازم تكون جاهز الماتشين دول بشكل كبير جدا. عندك بدايه بطوله الدوري، دوري صعب طبعا كالعاده، بدايه عندك كمان ماتش السوبر مع الزمالك في ابو ظبي، ماتش صعب جدا، الزمالك فايق وفي افضل حالاته دي حقيقه، فلازم انت تكون مجهز نفسك بشكل كويس قوي وبشكل سريع جدا. هتقول لي ما هي السرعه دي ممكن تجيب نتائج عكسيه، هي معادله صعبه، هي معادله صعبه، مهم قوي ان انت تكون تختار صح وفي نفس الوقت عندك سرعه في اتخاذ القرار. الله اعلم بالظروف بالعوامل بالمفاوضات، لان يا جماعه الموضوع مش سهل برضه بصراحه. يعني انت دلوقتي الناس عايز تسمع دلوقتي اسم مدير فني، انت هتيجي تسمع اسم بشكل سريع فممكن ما يكونش فيه توفيق كبير او ممكن ما يكونش فيه اختيار جيد للاسم ده، فلازم انت تكون دارس كويس قوي الاختيار اللي انت هتختاره للنادي الاهلي عكس اللي حصل مع موضوع سواريش. فمن المؤكد ان هيكون سي في كبير، من المؤكد ان شاء الله باذن الله يكون مدرب كويس، ومن المؤكد باذن الله واحد احد ان يتم الاعلان خلال ايام قليله قادمه عشان يتم الاستعداد من خلال فتره اعداد مهمه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، سواء بقى من خلال معسكر خارجي من خلال معسكر داخلي، كل الامور دي النادي هو اللي يعلن عنها بشكل رسمي. فده على صعيد المدير الفني الجديد بالنسبه للنادي الاهلي. اما بخصوص مدرب او عفوا بخصوص اللاعبين،
والصفقات الجديده والسؤال الابرز دلوقتي برضو مع حته المدرب عند كل جماهير النادي، كل بيقول يا جماعه فين صفقاتنا، فين اللعيبه اللي هنتعاقد معاها. المؤكد برضو ان الناس شغاله في الملف ده، وباذن الله باذن الله هتسمعوا اخبار جيده بخصوص الصفقات الجديده. امتى؟ الله اعلم. في اسماء مطروحه بقوه؟ طبعا. في اسماء قريبه؟ طبعا في اسماء قريبه جدا. في اسماء لسه لم يتم الاستقرار عليها؟ وارد يعني بشكل كبير. في اسماء خلصت ويعني تم الاتفاق؟ اكيد الاعلان هيكون في الوقت المناسب يعني. فالناس ماشيه في النادي في طريقين، طريق المدرب وطريق ايه؟ اللاعبين، الصفقات الجديده، العناصر اللي هتدعم صفوف الفريق. فان انت تبقى ماشي في طريقين في وقت ضيق زي ده فيها صعوبه، بس الشطاره انك تختار صح وبشكل سريع، واحنا واثقين باذن الله في المسؤولين داخل النادي الاهلي ان هم يقدروا يحققوا المعادله الصعبه دي، يعني رغم ان ايه؟ ان القصه مش سهله على الاطلاق يعني، القصه مش سهله خالص. فباذن الله واحد احد الامور تكون جيده، وان شاء الله جمهور الاهلي يطمن خلال ايام قليله على كل ما يشغل بالهم من تعاقدات مع اللاعبين وايضا مع المدير الفني الجديد. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه هيكون عندنا اخبار بتخص الاهلي هنتكلم عنها، فاستنونا يلا. اهلا بحضراتكم مره تانية، تعالوا نشوف ايه اهم الاخبار على السوشيال ميديا اللي بتخص النادي الاهلي، ونبتدي باليوم السابع، وده طبعا من خلال ترند الاهلي. اليوم السابع حسابهم الرسمي على تويتر قالوا ان الاهلي يبدا الاستعداد للموسم الجديد 6 سبتمبر ببرنامج الجيم. اكيد هيبقى في شكل تدريجي للاستعداد للموسم الجديد، احنا عارفين الموسم هيبتدي يوم 16/10 واحنا بنتكلم عن الدوري المصري، لكن بخصوص بطوله افريقيا هنبتدي ماتشين بتوعنا في اول شهر 10، فبالتالي من المنتظر الاستعداد يكون طبعا قوي جدا باحمال بدنيه بشكل تدريجي، تدريبات مختلفه ومتنوعه ومهمه جدا، وبالتالي ان فتره الاعداد دي هتشهد عوده عدد من اللاعبين المهمين جدا اللي كانوا واخدين راحه واللي كانوا في اشد الحاجه للراحه دي، اللي هو محمد الشناوي بقى وعلي معلول وقفشه وحمدي فتحي والسوليه وياسر ابراهيم وديانج وناس كتير، ومحمد هاني في ناس كتير وشريف كمان، وعندك حسين الشحات ان شاء الله راجع من الاصابه، عندك طاهر كمان رجع من الاصابه، ففي عدد من العناصر. وبالمناسبه بيرسي تاو لعيب مهم جدا جدا، لو استمر مع النادي الاهلي باذن الله هيكون اضافه في الموسم الجديد. هتقول لي اصابات ومش اصابات؟ لا، ان شاء الله باذن الله الامور تكون افضل، الموسم الجديد يقدر يقدم شكل مغاير تماما عن الموسم الماضي. فانت عندك مجموعه من اللاعبين المميزين جدا واللي هم اصلا من افضل اللاعبين في مصر، طبعا كانوا محتاجين شويه راحه، محتاجين يفصلوا شويه، ينسوا الكوره شويه عشان توحشهم يرجعوا يلعبوا يتالقوا ويتوهجوا بشكل كبير زي ما هو المعتاد يعني على ادائهم ومستواهم يعني. فان شاء الله نتمنى التوفيق خلال مرحله الاعداد الجديده. طيب نروح لخبر اخر، وده من خلال يلا كوره، ومصدر قال لهم ان الاهلي يستقر على اقامه معسكرا في هولندا استعدادا للموسم الجديد. يعني الناس قالت لك المانيا وناس قالت لك هولندا وناس قالت لك دول اخرى، من الوارد جدا ان هو يكون في هولندا، لكن دايما هننتظر اعلان الاهلي الرسمي بخصوص المعسكر وموعده، واعتقد هيبقى في اخر 9 يعني في اخر 10 ايام في 9 يبتدي، يعني بداية من 22/23/9 كده يبتدي معسكر النادي الاهلي لحد اول شهر 10 يعني. فان شاء الله باذن الله برضه يكون معسكر مهم، ولو طبعا معسكر خارجي هيكون شيء مميز عشان مزيد من التركيز والجديه والسريه قبل انطلاق الموسم الجديد الصعب جدا مؤكد يعني. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، وهو من خلال الوطن سبورت، وبيتكلموا على ان في مصدر قال لهم ان الاهلي حسم ملف المدرب الجديد والاعلان خلال الاسبوع الجاري. وقلنا لحضراتكم اعلان خلال ايام، ايا كان امتى بقى، لكن اكيد موضوع الحسم ده مش سهل اطلاقا، ان انت تحسب مدرب لازم تكون دارس اسلوب لعبه، دارس شخصيته بشكل كويس، لازم تتفادى ممكن الاخطاء اللي تكون حصلت اثناء اختيار سواريز، رغم انه ممكن يكون مدرب كويس لكن الظروف ما ساعدتوش، لكن في كل الاحوال يعني جاي فتره صعبه، فما فيش تاني مساحه للمجازفه. طبعا من اصعب الفترات اللي هيتم فيها اختيار مدرب للنادي الاهلي هي الفتره الحاليه، فمحتاجه شويه هدوء، محتاجه تركيز كبير، ومحتاجه كمان ان انت تكون يعني بتختار صح،
التوفيق في الاول وفي الاخر بتاع المولى عز وجل، دي حاجه احنا متفقين عليها طبعا، لكن حته ان انت تختار صح تاخد بالاسباب وتختار صح ازاي. اسهل شيء في الموضوع ان يكون في سي في قوي، ده طبيعي اعتقد يعني الف ب يكون في سي في قوي بعد تجربه سواريز تحديدا يعني. وبالمناسبه انت ممكن تجيب سي في قوي ما ينجحش، هي كره القدم كده، بس تعمل اللي عليك اكيد. جبنا قبل كده مارتينيول سي في جبار ما نجحش مع النادي الاهلي، اخذ الدوري بس مش هو المدرب يعني، رغم ان هو اسم جامد جدا. في اسماء بيسيرو ده من افضل المدربين، جه عندك هنا راح على بورتو البرتغالي، واحد من المدربين المميزين جدا، لكن ما كملش معاك وكان هينجح الراجل ده. فايلر في اسماء جت ونجحت بس الظروف، موسيماني طبعا اسماء جت ونجحت بس الظروف ما ساعدتش ان هم يكملوا. من ضمن الحاجات المهمه بالنسبه انا بتمناها على المستوى الشخصي بصراحه كواحد من جماهير النادي الاهلي، ان يكون في مدير فني مستقر مع الفرقه شويه، مش عايزين نغير كل سنه مدير فني او كل كام شهر لا. وبصراحه الناس في النادي الاهلي ما لهمش ذنب في الموضوع ده يعني، جابوا لاسارتي ما كانش كويس، استنوا عليه لغايه اخر الموسم بس خد الدوري وشكرا. بعديه جه فايلر هو اللي قرر انه يمشي، هتعمل ايه؟ حاولت مع الراجل وجددت كمان عقدك معاه، لكن مراته والكورونا وبتاع خلوه يمشي. موسيماني كذلك الضغوط كانت صعبه عليه ما قدرش يستحمل مشي، فهي حاجات خارجه عن اراده المسؤولين في النادي الاهلي، لكن مهم قوي ان احنا نحاول نشوف مدير فني يكون يعني في السي في بتاعه باين ان هو مدير فني مستقر، ما بيحب ما بيزهقش ما بيغيرش كتير، مش كل سنه في نادي وكلام من ده، عشان الاهلي اسم كبير، نادي كبير محتاج استقرار فني عشان نشوف شكل الفرقه افضل بكتير. اقل حاجه مدير فني لازم يقعد سنتين ثلاثه من وجهه نظر يعني. فان شاء الله نكون موفقين باذن الله في الاختيار ده باذن الله واحد احد يعني. طيب تعالوا نروح لخبر اخر من كوره 11 وحسابهم على تويتر. تقارير الاهلي يحسن التعاقد مع ثنائي اجنبي في مركزي الجناح والمهاجم. طيب يعني هم هنا بيحاولوا يجتهدوا في اطار الاجتهادات العديده. الاهلي محتاج مهاجم؟ طبعا محتاج مهاجم. الاهلي محتاج جناح؟ طبعا محتاج جناح. حسم ولا ما حسمش هنشوف خلال الايام اللي جايه، هننتظر الاعلان الرسمي من النادي الاهلي من خلال قناه النادي ومن خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي. طيب اليوم السابع حسابهم على تويتر بيتكلموا على ان عمار حمدي يعود للتدريبات الجماعيه في الاهلي بعد 30 يوم. عمار كان جاله اصابه بقطع في الرباط الصليبي في ابو ظبي قبل انطلاق بطوله كاس العالم للانديه بيومين بالظبط، فبالتالي اصابه عطلته شويه، فخلاص في المراحل النهائيه ناقص له شهر ويرجع يشارك في التدريبات الجماعيه باذن الله، وماشي في برنامجه التاهيلي بشكل جيد، واحد من العناصر الجيده ان شاء الله باذن الله يرجع في مستواه يكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. طيب نروح لخبر اخر وده من الوطن سبورت، وهنا بيكشفوا ثلاث مناصب محتمله لوليد سليمان في النادي الاهلي بعد ما اعتزل لعبه كره القدم بشكل رسمي، وبعد مواسم حافله بالانجازات والاخلاص والتفاني في يعني تقديم كل ما بجهده للنادي الاهلي بصراحه، واحد من العناصر المهمه جدا. قالوا ان في ثلاث مناصب في الاهلي امام وليد سليمان، اولها العمل في قناه النادي كمحلل من الوارد، او العمل ضمن لجنه التخطيط للكره من الوارد جدا، والخيار الثالث هو العمل مساعدا لسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكره للفريق الاول يعني. برضو دي حاجه مطروحه، لكن خلينا نشوف ايه اللي هيحصل او ايه الاقرب. ومن في اعتقادي الشخصي ممكن يكون اقرب حته لجنه التخطيط للكره، لان وليد برضو من العناصر المهمه جدا واللي عنده تاريخ كبير، لكن ننتظر ونشوف القرار هيكون امتى، لسه مش دلوقتي بس خلال اسابيع يعني. ده بخصوص ترند الاهلي واهم وابرز الاخبار على السوشيال ميديا. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا نشوف الترند المحلي واهم واخر الاخبار المحليه. مصدر اتحاد الكوره اللي في الجول قال لهم ان في ماتش مع منتخب بلجيكا، ماتش ودي، وتم الغاء مباراه الارجنتين بشكل نهائي، وبشوف ان ده احتكاك طبعا مميز جدا جدا. طيب اقامه مباراه بلجيكا هيكون يوم 15 نوفمبر، بالتالي سيغير البرنامج الذي وضعه ده اللي هو فيتوريا، لانه اراد اقامه مباراه مع منتخب اخر يوم 18 نوفمبر، بالتالي المباراه الوديه الاخرى ستكون قبل مباراه بلجيكا ولم تتحدد بعد هويتها.
مباراة بلجيكا يوم 18 مش 15، 18 مباراة بلجيكا، 15 بعدها هتبقى مباراة تانية لسه ما تمش تحديد الفريق اللي هيقابله منتخبنا، كان ممكن الأرجنتين بس الموضوع باظ يعني، ومش ما فيش مباراة ما بين مصر والأرجنتين. طيب لسه مع حساب الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي بيقول ان البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي عقد مؤتمر او هيعقد مؤتمر صحفيا غدا الاحد في 8 الساعه 3 عصرا من استاد الاسكندريه، حديث عن معسكر المنتخب اللي انطلق الجمعه استعدادا للصفات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. نتمنى له يا رب كل التوفيق. لسه مع حساب الاتحاد المصري لكرة القدم اللي بيقول ان الحاج عامر حسين حرص، لو طبعا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، حرص على زيارة معسكر المنتخب الاولمبي الجاري بالاسكندرية استعدادا لخوض التصفيات الافريقية المؤهلة لاولمبياد باريس 2024. كمان واضح فيه اهتمام طبعا كبير جدا، وانا بشوف ان التعاقد مع اثنين من المدربين العالميين او بالتحديد يعني واحد زي فيتوريا مدرب كويس جدا بعقد طويل، دي حاجه ايجابيه. نفس الحال بالنسبه لميكالي، راجل عنده سي في محترم، فخطوات ايجابيه من اتحاد الكره ان شاء الله يكونوا موفقين فيها. نتمنى طبعا التوفيق لمنتخباتنا الوطنيه. نروح كمان لحساب الاتحاد المصري لكره القدم واللي بياكد سلبيه مسحه المنتخب الاولمبي قبل الانتظام في معسكر الاسكندريه، ودي لقطات من اجراء المسحه الخاصه بال يعني البعثه كلها يعني. ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين باذن الله تعالى. ده الترند المحلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعديه نرجع نتكلم في الشق العالمي شويه، اقول لكم كمان اخر النتائج في الدوري الانجليزي. يلا نروح. طيب نتائج المباريات لحد اللحظات الحاليه في الدوري الانجليزي، وبالتحديد ان كل المباريات اللي ابتدت الساعه 4 في اخر 10 دقائق دلوقتي من احداث اللقاء يعني. فبرنتفورد مع ليدز يونايتد، برنتفورد متقدم في الدقيقه 82 دلوقتي بنتيجه 3-2، هاتريك لايفان توني جايب هاتريك. موضوع الهاتريك السنه دي كتير شويه مكتره. طبعا هالاند نجم مانشستر سيتي اللي لسه عنده ماتش بالليل الساعة 6:30 بالتحديد يعني مع استون فيلا، فزي ما حضراتكم شايفين كده النتائج على الشاشه. تشيلسي مع ويستام تعادل ايجابي 1-1، كان تقدم لويستام انطونيو اول هدف ليه في الدوري هذا الموسم، رغم ان بدايته السنه اللي فاتت في الدوري كانت ممتازه جدا لكن السنه دي مش موفقه، لكن اول هدف ليه جابه في تشيلسي من صناعه لديكلان رايس احد ابرز لاعبي الوسط في الدوري الانجليزي، وهدف التعادل جابه بن شلول من صناعه لتياجو سيلفا. طيب كمان من ضمن برينتفورد دلوقتي بالمناسبه جابوا الرابع، تمام، فمتقدمين 4-2 على ليدز يونايتد. نيوكاسل مع كريستال بالاس لسه متعادلين 0-0. نوتنغهام فورست بعد ما كان متقدم 2-0 بورموث رجعوا في المباراه وتعادلوا 2-2 لسه في الدقيقه 82 برضو. توتنهام متفوق على فولام بنتيجه 2-0، الهدف الثاني احرزه هاري كين، و الهدف الاول كانوا جابوا هولبرغ من صناعه لريتشاردسون. فتوتنهام بصراحه ماشيين بشكل كويس جدا في بطوله الدوري يعني. ولفرهامبتون متقدم 1-0 على ساوثهامبتون بهدف لبوتنس، اعتقد بوتنس هو اللي جاب الهدف، هو اللي جاب الهدف من صناعه لنونيز، فبالتالي ولفرهامبتون كسبانين ومتفوقين على ساوثهامبتون بهدف مقابل لا شيء لحد اللحظات دي. ومباراه في الدقيقه 85 طبعا كانت اتلعبت مباراه ايفرتون وليفربول وانتهت التعادل السلبي بدون اهداف يعني. طيب ده بخصوص اخر اخبار او اخر النتائج في مباريات الدوري الانجليزي اللي بتجرى في هذه اللحظات. طيب نروح للترند العالمي وبعض الامور المهمه جدا واخر الاخبار. حساب AFTV بيتكلم على تويتر من خلال يعني حسابه على تويتر بيتكلم على اصابه النني، وقال تصريحات لارتيتا المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهه مانشستر يونايتد بكره، قال بخصوص النني فحالته يعني هيغيب شويه عده شهور لان اصابه كبيره الى حد ما، فما قالش بس بالظبط ايه طبيعه الاصابه او مده الغياب، لكن واضح من صورة كده كانت نزلت للنني اعتقد كان هو مصور ركبته او حاجة كده ملفوفة، واضح ان هي اصابة في الركبة، يا رب ما تكونش كبيرة لان نجمنا المصري اكيد بنحتاجه بشكل كبير جدا ان هو يرفع اسم مصر، وكان ابتدى يلعب اساسي بعد اصابة توماس بارتي مع ارسنال في ظل البداية النموذجية بصراحة لفريق ارسنال في بطولة الدوري السنة دي وانتصارات متتالية، الفريق الوحيد اللي فاز في كل المباريات لحد دلوقتي قبل مباراة مانشستر يونايتد الصعبة، وكمان هنحتاجه في منتخبنا الوطني طبعا، فان شاء الله تكون اصابه بسيطه يعني لنجمنا المصري محمد النني.
طيب حساب جول مصر على تويتر بيقول ان صلاح ضد ايفرتون بيجيبوا الاحصائيات بتاعته، ده طبعا قبل ماتش النهارده. لعب 8 ماتشات، حقق 3 انتصارات 4 تعادلات ولا هزيمه. بالمناسبه جاب اهداف برده كويسه في ايفرتون في ديربي الميرسي سايد، لكن النهارده ما كانش موفق ان هو يجيب اهداف للمباراه الثالثه على التوالي في الدوري الانجليزي بالمناسبه. طيب نجمنا المصري الاخر تريزيجيه لعب امبارح وجاب هدف الفوز بالنسبه لفريقه في بطوله الدوري امام عمرانيه، فريق اسمه كده تمام. فبالتالي ده المدرب بتاعه مدرب ترابزون قال لك يعني دي حاجه تديله ثقه كبيره جدا خلال الفتره اللي جايه، جاب هدف الفوز ودي حاجه ايجابيه جدا بالنسبه للفرقه بشكل كامل، وهو بيتاقلم بشكل تدريجي مع فريق ترابزون سبور التركي اللي هو بطل الدوري التركي الماضي. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده من خلال حساب اي بي ال وورد على تويتر، ونشر تصريحات لجيمي كاريجر عن ايرلينج هالاند. وقال ايه؟ قال عندما سينتهي وقته مع مانشستر سيتي او في البريمير ليج فاننا سنتحدث عنه بجانب تيري اونري، طبعا نجم ارسنال السابق. اعتقد ان هذا الفتى سيكون افضل لاعب شاهدناه على الاطلاق في البريمير ليج، وفعلا اؤمن بذلك انه مميز لهذه الدرجه. ده طبعا بعد الاداء المبهر اللي بيقدمه هالاند والثلاث اهداف في كل ماتش وحاجات جميله كده بصراحه، حاجات جميله وغريبه يعني، لكن هو لعيب طبعا كبير. طيب اخر خبر معانا في تشيلسي، يعني تشيلسي، وعن طبعا جيمس ريد جيمس اللي بيلعب النهارده اساسي في المباراه واللي كان غاب الماتش اللي فات بسبب الاصابه. بيتكلم على ان ده حساب اي بي ال وورد على تويتر، بيتكلم على ان هو بيقترب جدا من تجديد عقده لفتره طويله مع تشيلسي خلال الفتره اللي جايه، وهيبقى صاحب اعلى راتب في تاريخ تشيلسي على مستوى المدافعين. بالمناسبه ريال مدريد مهتمين قوي قوي بريس جيمز، هم عايزين يجيبوه كظهير ايمن يعني، واكيد لعيب مهم جدا ومميز، لكن في كل الاحوال واضح ان هو هيجدد عقده مع تشيلسي. بمناسبه تشيلسي في اللحظات دي جاب الهدف الثاني، جابه كاي هافرتس اخيرا، اول هدف ليه في بطوله الدوري، فالتقدم لتشيلسي 2-1 على ويست هام يونايتد. طيب ده بخصوص الاخبار العالميه، تعالوا ناخد تفاعل حضراتكم معانا على سؤال حلقه النهارده، والمراكز اللي ممكن يكون محتاجها النادي الاهلي لتدعيمها في الموسم الجديد في اطار المرحله الحاليه اللي بتتمثل في فتره انتقالات مهمه وتدعيم صفوف النادي الاهلي يعني. فنبتدي بمصطفى، قال لك ايه؟ قال لك الاهلي محتاج مهاجم وصانع العاب وخط نص ووينج او وينجين كمان، ويكونوا حريفه او حريفه كوره ومساحات ضيقه يعني، عايز ناس مهاريه على الاطراف كوينجات يكونوا حريفه قوي ويقدروا يشتغلوا في المساحات الضيقه، لان انت فعلا دايما كل ماتشاتك بيبقى فيها تكتلات دفاعيه قدامك، او معظم الماتشات بالتحديد هنا في الدوري المصري، فبرضه وجهه نظر يعني. طيب نروح كمان لعبد الله الاهلاوي، بيقول الاهلي محتاج بديل قوي لمعلول وباك يمين ونص ملعب بديل للسوليه وجناحات قويه ومهاجم بوكس تو بوكس. مهاجم بوكس تو بوكس مش عارف هو اللي اعرفه ان نص الملعب مثلا لعيب بوكس تو بوكس اللي هم ده ادوار اللعيبه في نص الملعب، حته مهاجم بوكس تو بوكس دي مش فاهمها بصراحه، بس ماشي عبد الله. خلينا ناخد اسامه احمد نصر، قال لك مساء الخير عليك يا امير، مساء الفل عليك يا اسامه. من وجهه نظري الاهلي محتاج جناحين ماشي، ومهاجم وحارس مرمى وباك شمال وبديل لقفشه ومدرب ليه شخصيه مشهور يعني، عايز مدرب تقيل يعني قصده يعني. فحته حارس المرمى والله بشوف ان احنا عندنا حراس كويسين يعني، يعني عندك شناوي طبعا، عندك علي لطفي ادى بشكل كويس لما لعب، مصطفى شوبير ادى بشكل كويس لما لعب، ف يعني برضه دي رؤيه تخص الناس في النادي الاهلي هم ادرى بالحته دي يعني. باك شمال وبديل لقفشة، وجهة نظر طبعا من أسامة أحمد نصر. طيب نروح لمحمد حسن، قال في رأيي أن اللعيبة بعد الراحة السلبية ورجوع المصابين مش محتاجين غير رأس حربة أجنبي سوبر وجناح شمال أجنبي سوبر، حاجة كده زي فلافيو جيلبرتو. يا سلام على فلافيو جيلبرتو، وفي زي فلافيو جيلبرتو دول ناس جم عملوا تاريخ عظيم مع النادي الأهلي بصراحة. يحيى صح ولا إيه؟ يحيى الشرابي ماشي، الاهلي يحتاج لباك شمال ومهاجم اجنبي سوبر ماشي. نروح كمان للغطاس، قال لك الاهلي يحتاج مهاجم يحرز اهداف من انصاف الفرص وصانع العاب وجناح ومدافع قوي مع عبد المنعم وياسر وربيعه، برضو وجهه نظر.
ناخد وليد عبد الله، قال لك ايه؟ قال لك مركز المهاجم والجناح الايمن وصانع العاب. برضو وجهه نظر، واكيد مركز المهاجم ممكن يكون الاهلي محتاج تدعيم. الجناح الايمن، اجنحه طبعا انا بتفق في حته الاجنحه دي، يعني عايزين ندعم بخلاف طبعا الناس المميزه الموجوده، محتاج ناس كمان تكون اضافه. احنا دينا بنشوف العوامل الكتير جدا والاصابات والحاجات اللي بتاثر على الفرقه في المشوار. يعني صانع العاب دي بقى على حسب اسلوب اللعب، انت هتلعب بايه؟ هتلعب 3 4 3 ولا هتلعب 4 2 3 1 ولا موقفك ايه؟ ده على حسب برضو المدير الفني الجديد. سعيد سعيد قال مدافع قوي، الاهلي محتاج مدافع قوي وخط وسط مهاجم يليق باسم النادي الاهلي. فدي كانت تفاعلات حضراتكم، وكنا حريصين جدا ان احنا ناخدها ونعرفها بشكل كبير. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده بنفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.